جرو تونيزيا كون بيبينيير مودرن عصريه متخصصه في الجريفاج تاع لي بلون ماريشي الخضروات بصفه عامه. الشركه هذه تخدم باش تزود سوق تونسي وتخدم زاده للتصدير. دونك نصدروا جزء من الاكتيفيتي نتاعنا موجه للتصدير لاوروبا. عام 2004 عملنا شراكه مع اول شركه في هولندا متخصصه في الجريفاج وموجوده انذاك في 11 بلاد. جرو جروب جات لتونس في شراكه معنا، وهذا علاش؟ على خاطر انذاك تحس لو بوزوان باش السوق يكون موجود فيه دو بلون غريفي، على خاطر السوق ولا سوق نتاع بذور هبريد اكثر، والهبريد سرعه غاليه وما لازمهاش غاسبياج، ما عادش تنجم تزرع بصفه تقليديه، tu obligé de le faire dans les plateaux هذوما. Donc à ce moment-là حسينا لو بوزوان اي بور لو غريفاج اي اوسي باش للاستحفاظ على الزراعه هذيك اللي هي من وقتها ديجا غاليه. والشراكه هذه جابت التكنولوجيا، والتكنولوجيا هذه كانوش عندهم حتى ريتيسانس باش يعطيونا، عطاونا التكنولوجيا معناها من غير ليميت. هما جابوا لنا لوجيسيال، اللوجيسيال هذا موجود في اوروبا، اللوجيسيال هذا هولندي هوغندور. هوغندور مكننا بالماناجمنت نتاع الكليما وسط البيوت بصفه اوتوماتيك. دونك عندنا دي كابتور في كل البيوت، ولي كابتور هذوما يكاب دي بارامتر، ولي بارامتر يمشيو لللوجيسيال، واللوجيسيال انت وشنو اللي في وسط البيت هذيك يبدا عنده دي انستركسيون، ولي انستركسيون تاع حلان لو توا بوغ ايغي مثلا، باش يخدم ليكرون تيرميك، باش يزيد لوميديتي، طيح التمبيراتور، الكل هذايا يصير بصفه اوتوماتيك. وعاوننا برشا باش حسنا الجوده، على خاطر البلان هذايا سي دو فيفون، والفيفون اللي جيري برشا دقه وفيه برشا ديزاجستمون كل يوم كل ساعه، ثم اجستمون، ثم شيء تعطيه الماء واحد، لا تعطيه تداويه ما تداويش، تو فيرتيليز. ليكيب تكنيك هوني تعلمت انه الي رياكتيف هي الغياجي، وهذه تنجم تقول الميزه اللي جابتها لاسيستانس تكنيك مع الهولنديين، علمونا شيء هذايا كي تعلمناه. اليوم ايكيب تونسيه 100% اللي تسير فيها الاربع هكتارات و700. الشركه نتاعنا حرصت من الاول التشغيل اليد العامله النسائيه والريفيه، وخاصه اللي قريبه من البيبينير، احنا في جنب بدار، وهذا حسن من مداخيلهم وكون لهم مورد رزق قار، وهذا مهم. والحاجه الثانيه انه الوقت الحاضر نخدموا على اون انترودوي ان ديمارش ار اس او، هي الريسبونسابيليتي سوسيتال دي انتربريز، باش نشوفوا رواحنا اسكو ونقيموا رواحنا اسكو عاملين اللي يلزم واللي كافي اجتماعيا لليد العامله اللي تخدم معنا.